شو عم تعلق؟ نسيان تلبس اواعي. خليك بالمسح والشطف، ما لك علاقه بالرجال. انا مشانك، مشان ما تتشرشح برا. مالي رح اتشرشح، الدنيا حراقي اخت. فوشو بارود؟ معه باروده يا اخي. فوشو مراته فوشو. هاني؟ يا عمي وجدعان، شو في؟ طرطيتك فيها مازوت؟ طبعا. الك ولا للديب؟ غسل كلب. بدي اياك تساعدني، بدي اجيب الغساله. التماتيك؟ ايه. هي بتغزل بتنشر وبتكوي لحالها؟ ايه. الفول اوتوماتيك؟ ايه. بس انت بتحب الاوتوماتيك؟ بحبها، خلصني بقى. كثير كثير؟ كثير. قد ايه يعني؟ اوووو علينا قد ما بحبها. بدي اياك تمشي مثل الصاروخ، ما بدي حدا ينتبه لي، شكلي ملفت للنظر. جمالك ملفت للنظر عمي أبو جدعان. عم تتمسخر علي يعني؟ ده هي عمي أبو جدعان، شو عم بتمسخر عليك؟ بس أنا عم بفكر لك بحل. حل شو؟ أنا بفكر لك بحل لمشكلتك. شو عم تعمل؟ بدي أعطيك بنطلون ومشان تلبسه. ما في داعي، ما في داعي، أنت ما بدك بنطلون؟ لا يا عمي أبو جدعان، أنا الناس كلها فكرتني أجدب. بس أنت لك هيبة بالحرام أبو جدعان، لازم تلبس البنطلون. شوف هاني، بدي لك كلمة، إذا حدا بيحكي معك أي كلمة أو حدا بيقرب عليك بس قل لي بوصلك ياها. يزيك ساعدني مشان حش زميلك. إيه عود عود لساعدك عود. شد شد هاني، يخرب بيتك يا زميلي. شبك عمي أبو جدعان، شبك شبك عمي أبو جدعان، شبك عمي أبو جدعان. شبك أخي قوم لا تستحق، قوم معلش أنا مضحي بمنطقة. يخرب بيتك من قامتك، دب وعفوي. صحيح كبير، بس انت كنت بتفكر صغير، تضرب شكلك.